أزمة وقود حادة تشهدها الأنبار ألقت بظلالها على سكان المحافظة بسبب الشح الحاد في وقود البنزين وعدم توفر المادة في غالبية المحطات، الأمر الذي أثار غضب السكان المتسائلين عن أسباب الأزمة. تروح تحشوية يقول لك أنا من المرجع من بغداد أو من الوزارة، الوزارة يقول لك من المجلس النواب، مجلس النواب يقول لك من رئاسة الوزراء، فناس تذبح على ناس. تجي على الموظف البسيط يقول لك انا مو بيدي شيء من الفوقايه. يعني اذا كان احنا موظفين، العالم موظف العده دوام ما يقدر يطلع، يعني وين ازمه؟ يعني مثلا اذا انت طالع الصبح ماكو بانزي راح تظل ازمه. عالم ماكو فلازم اسره، شنو ذنبها؟ المسؤولون في الانبار ارجعوا اسباب الازمه الى نقص كميات الوقود المخصصه للمحافظه من قبل وزاره النفط الحاليه، مطالبين وزير النفط الحالي بزياده حصه المحافظه من الوقود في وقت اكد مديرو المحطات ان هناك جهات افتعلت ازمه الوقود في محافظه الانبار. لدى البحث عن السبب وجدنا انه قيام الشركه العامه لتوزيع المنتجات النفطيه قسم التجهيز بعدم اعطاء حصص المحافظة كاملة، وهناك تعامل غير جيد في مادة الحصة. نطالب من خلال قناتكم الكريمة معالي وزير النفط زيادة الحصة من مادتي الغاز والبنزين. هناك بعض النفوس الضعيفة لا يمكن ذكرها هي اللي تخلق الأزمة، وخاصة المحطات الأهلية هي اللي سبب خلقت الأزمة الموجودة، ولا توجد أزمة، الأزمة ما طالت يوم ما حد انحلت ولله الحمد. وبين النفي والتأكيد تعيش الأنبار أزمة وقود حادة أرجعت مشهد وقوف الطوابير الطويلة للسيارات إلى المحافظة من جديد، ما ولد سيئا شعبيا لتأثير هذه الأزمة على حياتهم اليومية مع تكرار ظاهرة بيع البنزين في السوق السوداء وبأسعار خيالية.